قالت وزارة الخارجية العراقية إن العراق والولايات المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف الدولي بهدف وضع جدول زمني للانسحاب التدريجي وإنهاء تواجد التحالف في البلاد. وجددت الخارجية العراقية التزام بغداد بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.